مين؟ قد يتساءل المتسائل، هل الإسلام ضد الثراء، ضد المال؟ لا، هذا فهم ليس بصائب. المال عصب الحياة، المال يستخدم في نشر الإسلام، في نشر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في إقامة البلاد وإقامة العباد. فالمال هو قوام الحياة وهو عصب الحياة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديثه: نعم المال الصالح للرجل الصالح أو للعبد الصالح، لما قال ذلك لعمرو بن العاص رضي الله عنه. لكنك لو تأملت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما مدح المال لم يمدح المال في ذاته، وإنما قيده، فقال صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، رجل المرأة، نعم المال الصالح، أي المال الذي أتى من حلال، للرجل الصالح أي الذي يستخدمه وينفقه في الحلال، فهذا هو المال المحمود. أما المال الذي يأتي بطرق ووسائل محرمة حرمها الشرع، فهذا خرج من مدح النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المال الذي يأتي من أوجه طيبة، أوجه مباحة، ولكن يقع في أيدي أراذل الناس وعصاة الناس، فيستخدمون هذا المال في الصد عن الله سبحانه وتعالى، وينفقونه فيما حرم الله تعالى وفيما حرم رسوله صلى الله عليه وسلم. لذا قد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن كل عبد سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا جزء من الحديث موطن الشاهد، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. سيسأل بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة، فمن هذه الأربعة عن ماله، سيسأل عن ماله من أين اكتسب هذا المال وفيما أنفق هذا المال. يعني لا يكفي أن تكتسب المال من حلال، وإنما ينبغي أيضا أن تنفق المال فيما أباح الله سبحانه وتعالى وفيما أباح الرسول عليه الصلاة والسلام. فالمال في حد ذاته ليس مذموما عندنا في الشرع، ولكن الذم هو أن يستخدم هذا المال في الصد عن الله، في ملذات الدنيا والاستغراق في الدنيا والابتعاد عن الله سبحانه وتعالى. انتشار هذا الثراء، حتى أني ذكرت أنه، ذكر المؤرخون أنه لم يعد يوجد متسول واحد في بلاد الأندلس، وهذا طيب، هذا طيب، لكن هذا الثراء الفاحش أدى إلى ابتعاد الناس عن دينهم وعن ربهم وعن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، كما سنرى. بهذا كان أول أسباب